السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك عليكم يا رب. أفضل 6 ساعات في حياة الإنسان، مش هقولك 6 أيام ولا 6 سنين، 6 ساعات. أفضل 6 ساعات في حياة الإنسان إيه هما؟ وبيبدأوا منين؟ وبينتهوا فين؟ يوم عرفة، من صلاة الظهر، يعني تصلي الظهر من بعد صلاة الظهر لغاية الغروب، لغاية خلاص المغرب هيأذن. 6 ساعات دول أفضل 6 ساعات الإنسان يستغلهم في حياته. يبدأ بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، ادعي، استغلها، اغتنم الفرصة. الدعاء مستجاب والتوبة مستجابة، توب، ابدأ توب، استغل 6 ساعات وتوب لربنا واستغفر وكفر عن ذنوبك، أخطائك، معاصيك، سيئاتك. فرصة يا جماعة، ال6 ساعات دول تصدق فيهم بر الوالدين لو عايشين، بر أصحابهم لو الوالدين متوفيين، بر صلة الرحم. ابدأ تصل لو مش قادر تروح على الأقل، اعمل كل ما هو طيب وكل ما هو خير في ال6 ساعات دول. صلي، اقرا قران، قول اذكار، قول تسبيح، اعمل كل حاجه خير، استغفر ربنا، توب لربنا، تصدق، اعمل اي حاجه في ال6 ساعات دول مستجابه. واوعى تنسى ان صيام يوم عرفه قال صلى الله عليه وسلم احسبه عند الله ان يغفر سنه فاتت وسنه قادمه. تخيل صيام يوم عرفه اللي هو يوم الاثنين القادم، لو صمته ربنا بيغفر لك سنه فاتت وسنه جايه. يعني لو حضرتك مواظب على صيام يوم عرفه ذنوبك كلها وسيئاتك كلها ربنا بيغفرها لك، يعني انت كده نظيف لو انت مواظب كل سنه على صيام يوم عرفه. حافظوا على ال6 ساعات دول، اغتنموا ال6 ساعات دول علشان تفوزوا بالجنة، تفوزوا بالتوبة، تفوزوا بالغفران، بالمغفرة، برضا الرضوان ورضا الرحمن. أشوفكم على خير، خير كتير وتوبة ومغفرة وأعياد كتير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.